سنقرا لأروع الأبراج صاحب الشخصية الرائعة جدا وهو صاحب الجمال الثنائي من الداخل ومن الخارج. من الخارج دائما بكون بقمة الجمال والأناقة، ومن الداخل ذو أخلاق رائعة جدا ودائما مساعد للآخرين. أكيد أنا بحكي عن البرج المائي برج الحوت. الرجاء من الجميع اللايك التشجيعي، والأشخاص جدد على القناة ما ينسونا بالاشتراك، ومهم جدا يا أصدقائي تفعلوا زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى. لنرى يا أصدقائي كيف الأحداث القادمة من 15 إلى 20 من شهر 3 مارس آذار. بتمنى لكم الحظ السعيد. لنبدأ يا أصدقائي، لا تقلق يا مولود برج الحوت، فلديك القدرة على تجاوز كل الصعوبات والعراقيل اللي سيكون أغلبها في الأمور المهنية بسبب الغيرة والحسد. سيكونوا هذول الأشخاص تحديداً، في شخص من المقربين من حولك من الأبراج المائية يحاول تشويه سمعتك وتخريب عملك. أما إذا كنت بالقطاع الخاص، هذا الشخص سيحاول قطع رزقك، علما أنه قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. سبحان الله، شو بده يعمل الحاسد أمام الرازق؟ الله يحماك بحمايته، وإن شاء الله هذا الشخص ستأتي الظروف وتعرفه وما راح تتردد إنك توجه له كلام زي بهدلة وأشياء من هذا القبيل، مش اعتاب، وتنهي علاقتك بهذا الشخص السيء اللي كان يحاول أذيتك وخداعك. أما في الأمور العاطفية ستكون فترة رائعة جدا مليئة بالأحداث الرومانسية واللحظات الجميلة، وخصوصا مع الحبيب والأشخاص اللي عندهم شريك حياة مستقبلي. كيف يعني شريك حياة مستقبلي يا أصدقائي؟ يعني بكون في شخص متفق أنت وياه على الزواج بإذن الله تعالى في القريب العاجل وليس الآجل. ستتبادلوا أيضا الرسائل الرائعة وتكثروا من المكالمات، فهو يحبك كثيرا. حاول انك تمنحه الوقت الكافي لكي تدعمه تستمر هذه العلاقة بدون خيبة آمال، وخصوصا ان هناك بعض الفرص لأشخاص في الزواج من مولود برج الحوت. والنسبة يا أصدقائي 60%، وألف ألف مبروك للحالفهم الحظ من مولود برج الحوت. أما المتزوجون، هناك تغير جذري في الأمور البيتية، وخصوصا سيجبرك الشريك إنك تطلع عصبيتك. الشريك يا أصدقائي ما بيعرف إنك من أكثر الأبراج شرا، بس ما بتحب إنك تطلع الوجه الثاني، بتحب الوجه المسالم، بتحب الوحدة، يعني تلفون بتحب تتسلى فيه، وخصوصا انك تكون لحالك، وايضا بتحب المناظر الطبيعية. هاي الشغلات اللي بتحبها. اما انه تزي نقاش حاد تتراجع بشكل سريع، وخصوصا مع الاشخاص المقربين. تحملني بالكلمة يا أصدقائي برج الحوت، وفي عندك إشي اللي هو على السريع بتوافق على الأمور اللي بيطلبوها منك لأشخاص المقربين من حولك من أفراد العائلة أو الشريك. أنا ما بحكي إنك يعني لا تنفذ مطالبه، ولكن حط بصمتك إنه ماشي. على سبيل المثال بده يأخذ منك كتاب، اوكي ياخذ الكتاب، بس وانا بعطيه بفهمه انه هذا الكتاب غالي علي، اصحى تمزع منه ورقه واشياء من هذا
القبيل لكي يعلم انك يعني مش انه زي الواحد مش سائل عن المصاريف، لا سائل وانت جايبهم بتعب وجهد. ولكن الشريك سيتمادى شوي، يطلع صوته عليك، ما راح تتردد انك تواجهه وتطلع وجهك الثاني، وراح تتحدث معه بكلام حازم وممكن تهدده في الطلاق. ولكن الشريك سيرجع لورا او بالاهميه يجيب لفرس. كيف يعني لفرس يا اصدقائي؟ انه على سبيل المثال يصير يتراجع عن اللي حكاه ويعتذر واشياء من هذا القبيل، بس علشان يسكتك وتبعد عنه. بعديها بصير صلح، وان شاء الله ستكون حياة رائعة جدا، وخصوصا ستجدد الحب بيناتكو. هناك يوم الخميس لحظات رائعة جدا عندك مع الشريك، وتتذكروا الذكريات اللي اول ما تجوزتوا، والفرصة متاحة للأشخاص اللي ينتظروا فرصة حمل. ألف ألف مبروك للبحالفهم الحظ اللي يكون مستنوا بهذه الفرصة. إن شاء الله تحالف كل شخص محروم من هذه من هذا الأمر اللي هو الخلف يا أصدقائي. نكمل يا أصدقائي، هناك مشتريات جديدة وخاصة ممتلكات خاصة إلك صديقي يا برج الحوت، مثل ممكن ملابس، مثل تلفون، أشياء إلكترونية مثل اللي بتحبها، أشياء من هذا القبيل، وخصوصا إنك ستحصل على مبلغ مادي جيد سيدخل كتحسين على أمورك المالية، وتشعر إنه الحظ يدعمك بهذا المجال، وخصوصا الأشخاص اللي عندهم أمور ورقية مثل البيع والشراء وأشياء من هذا القبيل، سيحققوا صفقات رائعة جدا تعيد لهم بالنفع وبالدخل المادي الجيد. تشعرون إنكم مش بالمكان الصحيح أو اللي بتحبه، هذا الموضوع سيعلي إنك يعني تصير تفكر بمجال السفر، ورح تأخذ الأمور جدية، وستبحث على مواقع الإنترنت مثل الشركات اللي بتطلب عمال أو موظفين، وراح تحكي للأصدقاء على مواقع التواصل من الدول المجاورة. ولكن يا أصدقائي للأسف الشديد اللي راح تحكي لهم على مواقع التواصل من أصدقائك راح يحكوا لك، راح نبحث لك، وإن شاء الله يا ساتر، وإن شاء الله بالقريب العاجل انه برجع وبقول لك خبر. بعدها بعد ما تسكر معه المكالمة او المحادثة، اثق تماما انه الكلام تبعك نسمع من هون طلع من الثاني بشكل سريع، فلا تتعب حالك وركز انه انت تصنع الفرصة، وطريقتك صحيحة اللي هي مواقع الانترنت مثل الشركات وشي من هذا القبيل، وخصوصا انه الامور الورقية والعقود الحظ يدعمك فيهن. أما الأشخاص اللي يبحثوا عن فرصة عمل جديدة تتاح لهم بعض الفرص الرائعة جدا، وخصوصا في الأعمال المشتركة، هناك بعض الأفكار الرائعة جدا والمشاريع اللي درستها في الأيام الماضية، ولكن ظروف الحياة ما خلتك انك تباشر على عملي بهذه الخطط والمشاريع. لا تتردد انك تحكي هذه الافكار للاشخاص اللي من حولك، اللي راح ينعجبوا بهذه الافكار، سيكون احد الاشخاص من افراد العائلة يطلب منك عمل مشترك بينك وبينه يعود لك كله بالنفع، وسيكون نظامه اللي هو شريك مضارب. كيف يعني شريك مضارب؟ يعني بكون منه القوة المالية وانت منك الجهد البدني والإدارة الداخلية،
وممكن يكون هذا الشخص طبعا من الأصدقاء المقربين جدا إلي. نكمل يا أصدقائي، بس قبل ما أكمل بحب أعلمكم أنا بعمل 30 قراءة خاصة ومجانية بتم اختيارهم من التعليقات اللي تحت أسفل الفيديو كل آخر شهر. اللي ما بيحالف الحظ هذه المرة ما يزعل، إن شاء الله بالفترات القادمة سيحالفك الحظ وتكون من أحد الرابحين معي هذه القراءة. أما للتواصل على طريقة الواتساب بتلاقى رقم الواتساب تحت أسفل الفيديو بصندوق الوصف، ومرات بكتبه في التعليقات. أما الأشخاص اللي بتربح معي قراءات خاصة، القراءة عبارة عن كشف كامل روحاني عاطفيا ومهنيا واجتماعيا، شامل كل شيء ومليئة بالنصائح اللي بتدفع بمصلحتك إلى الأمام. وإذا كان في موضوع معين أو مشكلة معينة أو متعرض للحسد أو السحر أو الأعمال السفلية نتناقش فيها مع بعض، وإن شاء الله بنلاقي لها حل. لكل داء بإذن الله تعالى الدواء الشافي. كل الحب والتقدير من كل قلبي، وإن شاء الله القادم مع محمد الزين سيكون أفضل وأفضل.